ما قلنا كنا ننام بالوعد مع بعضنا، ما قلنا هاي. بدك نقول كمان اخر مرة عصلوح كنا ننام مع بعض، ما قلنا كيف كنا ننام بالوعد اقراب لبعضنا. كنا نروح على المضاحي بالوعد، خد شو اسمه هاي؟ خد الشنديه؟ لا يا زلمة هاي الملك الغباطي. يا نروح هناك. نمنا مع بعضنا عدة مرات، والله أنا وبو نواف ننام فرش واحد عصطوح عندنا، يا عندنا يا عندهم، مجبورين يعني ننام مع بعض. هيك كنا هاي التعايش كان موجود وبعده الحمد لله. لا العلاقات مستمرة الحمد لله. أول ما بنيت إسرائيل كنا نروح بين السبع بلاد سريع. كنا نشتغل واحد من الدنيا وآخر ما بنرجع ننام كل أولادنا مع بعضنا بعض. إبراهيم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حضوري الكريم. والمشاهدين في المستقبل، لقائنا اليوم في حرفيش يوم الأربعاء 24/8/2016 في حارة مميزة في القرية في الجهة الشمالية. احنا من كل منطقة الظهر على طريق حوارتا، لأن هون في الجهة الغربية حارة الظهر في تجمع لإخواننا أبناء الطائفة المسيحية، والشارع هو الفاصل بين الجهة الشرقية اللي جماعتنا الدروز عايشين فيها والجهة الغربية جماعتنا المسيحية. والحارة هاي مميزة على اعتبار انه فيها من الطائفتين، مميزة على اعتبار انه فيها الكنيسة المسيحية الجديدة، ومميزة على اعتبار انه عادة كل سنة على اعياد الطائفة المسيحية نلتقي احنا في بيت المرحوم الأستاذ يوسف شنان أبو فتحي الله يرحمه الله يرحمه، ومنروح على عند جماعتنا المسيحية على أساس نعيدهم في الأعياد إن كان عيد الفصح إن كان عيد الميلاد. بطبيعة الحال لقانا هو مع معمرين من القرية، على يميني الشيخ أبو نواف محمود إمراد شنان، في الوسط العم أبو الياس سعد سعد، وعلى يمينه العم أبو مرهج صالح سعيد. الموجودين فيهم البركة من جهة أول شيء محترمين لهم احترامهم في المجتمع، لهم احترامهم عند الناس، وفي جعبتهم حملين قصص وحكاية كثير عن التعايش والعيش المشترك بين المسيحية وبين الدروز في القرية. اللقاء هذا هو عطف على اللقاء اللي كان قبل عدة أيام اللي تفضل فيها خطة البطريرك ميشيل صباح وعمل زيارة للقرية، وقلنا إنه حرفيش بالفعل هي بلد التعايش فعلا وليس قولا فقط. بالنسبة للحضور القصد إنه إحنا نحكي أشياء وحكاية وهي كثير عن التعايش وعن الجيل الحسني وعن التضامن مع بعض في السراء والضراء. والحضور انتم اكبر مني عمره قدر المعلومات في شعبتكم والمعلومات عندكم، والقصد انه احنا ننقل هاي الاشياء للاجيال القادمه من ابناء حرفيش وابناء المنطقه، وعلى امل انه حرفيش هي قدوه للتعايش المشترك، وحضراتكم قدوه كمان للاجيال الصاعده في القريه على مختلف اطيافها. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على تلبية الدعوة، نتمنى لكم العمر المديد والصحة والعافية. تفضل. المثل العربي بيقول جارك القريب ولا أخوك البعيد. أبو نواف حديك أبو الياس وأبو مرهج جيرانك المسيحية، خلينا نقول إخوتك، شو بيعني لك هذا المثل؟ قديش صلكوا جيرانون؟ صلنا تقريبا إحنا جيران وعلاقة قديمة مش من اليوم، احنا جيران هون صرنا تقريبا 40 سنة، وقبل الجيري كمان كنا بعلاقة طيبة، كان مع جاري بولياس أهله وأهلي كانوا يعني شركاء بالزراعة، يتشاركوا مع بعضهم ويروحوا ييجوا مع بعضهم ويشتغلوا مع بعضهم، هي أشياء اللي هي تربط. وإحنا بدنا نحكي عن يعني الأسس اللي هي مثلا تنددت وقامت على المحبة وعلى الائتلاف وعلى الثقة المتبادلة بين الدروز وبين المسيحية. أنا يمكن عمري صار 80 سنة تقريبا ما يقارب، بعرف إنه من حياة جدي علي مراد علاقته تعيش، علاقته كثير كانت مع
يعني اخونا سيدنا مجدنا خليل السعد كان تربطنا علاقات روحان وجيان وثقه كبيره يعني واحترامات متبادله وطلع كمان بوي وعموميتي وولاد وزكي واسكندر كلهم هذول والله باشياء مستمره يعني مثل كأن وراثه ناخذها من بعضنا البعض الى المحبه والى الائتلاف مع بعض البعض والاتفاقيه ونروح ونجي تربطنا اشياء كثير اللي هي مثلا الزراعه الجيران بالارض روحان مشاوير مثلا بعين مشتركه كانت كل الناس تروح تيجي عليها مع بعض علم زريب وبعدين يعني بلا مؤاخذه البركه بقت كمان مشتركه لاهل البلد كلها تتملي منا ما فيش شيء يعني هذا يعني ملك انسان ولا هذا ملك عمومي لكل اهل البلد والمحبة كانت مش على انه دزي ومسيحي وحدا كانت محبة بلدية كأن الاخوان للجميع الكل وكانوا كل يحترموا بعضهم ويحبوا بعضهم لليوم الاشياء الحمد لله مستمرة عندنا واحنا تقريبا بالجيرية صرنا 40 سنة هون ما زعلنا مع بعض بالمرة لأن يعني كانت يعني المحبة والفرح والكره والتشارك نشعر مع بعضنا البعض بالسعادة والحزن وعلى الأساس إحنا كمان نتمنى من الباقين يأخذوا هذا الإشي ويستمر لطول الحياة للعمر البعيد وإن شاء الله يكون إشي كانت أشياء كثير يعني بالإفلاحة أرضي حد أرضي وأرضي حد أرضي وحد أرض الناس كثير بحفظيس يعني تروح الناس على الوعد تلتقي مع بعض البعض تروح تيجي مع بعض البعض اذا فلاحين بدهم ياكلوا يستنوا بعضهم بعض يقعدوا ياكلوا مع بعضهم يعني وهم يكونوا مبسوطين بالمشاركه هاي ومبسوطين بالروحان والجيران فقط في مساعده عارفه يعني تساعد الناس بعض البعض باستمرار ما حدا بقى يتخلى عن بلد يعني المساعده كانت إن كانت من المسيحية للدروز وإن كانت الدروز للمسيحية كثير 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 منيحة. يعطيك ألف عافية أبو نواف. الله يسلمك. أبو الياس أبو نواف جارك الباب الباب كيف شفت بس شارع بيصل بلادكم. شو بيعني لك أبو نواف؟ بيعني لي مثل أخوي وأعز من أخوي لأنه صرنا 42 سنة إحنا جينا صحيح عمرنا قبلهم بس بحسه هو ربى شباب وهو ربى صبايا وانا ربيت شباب وانا ربيت صبايا ونشكرك يا الله ونشكرك يا يسوع اللي ما صارش بيناتنا اي سوء تفاهم واولادهم مربيين واولادنا كمان نشكر الله الحمد لله يعني باليوم خلينا نقول ابو الياس باللي بنشوفه اليوم باللي بنشوفه اليوم بصعيد محلي بصعيد عالمي شو دوركم انتم ككبار بتجسيد هاي العلاقة الطيبة بين إخواننا المسيحية وإخواننا الدروز يا حبيبي إحنا هون عايشين ببلد مشترك كنا بالأول أقلمية مثل ما تفضل جارنا هون إحنا كانوا يلقونا أولاد دا سعد دار بطاقة بقى العرس اللي بيقولوا ما يحضروش فيه أولاد بطاقة ما ينجحش وكم الحمد لله كانوا يشاركوا ويروحوا ويجي فيش مرة معنا صار سوء تفاهم لا بعرض يعني إشي بسيط بين أولاد لا يخلى الأمر أشكر جارنا على الضيافة وإن شاء الله بنيجي لعنده وجاي ابنه حديث بارك الله فيك خليلك أولادك وإن شاء الله تجوز أحفادك أبو الياس يا ومرهج رجل مجتمع يعني معروف أشهر من نار على العالم زي ما بقوله جيرانك كمان تفضلت أبو نواف جيرانك الدروز كمان كيف بتجسد هاي العلاقة الطيبة اللي محافظين عليها لليوم بحرفيش بشكل خاص بشكل عام كمان علاقاتك الخارجية من ناحية مع طوائف ثانية كل عام بمرهش كان فترة نائب رئيس المجلس المحلي في البلد الجار اسمه جار الرضا مثل ما تفضلوا اللي قبل ما أكو جارك القريب ولا أخوك البعيد جار الرضا اللي أنت برضى عليك دايما وإحنا نرضى عليه ما فيش ولا اي يعني اشياء سيئه تسيء المحبه بناتنا المحبه موجوده مش من اليوم من ابا وجدود ما تفضل ابو نواف قال عن جدي وجده كانوا زي متخوين كانوا اخوي
إخوة بكل معنى الكلمة. إخوة بكل معنى الكلمة، ما فيش إشي تفريق. ونواف بدي أزيد على كلمته، اللي من كانوا بالوعر يحرثوا ويزرعوا ويتجمعوا، حتى إذا بأيام الصيف بأيام الحليشي بأيام التراوي كانوا يزرعوا الحليشي، ما يجبروا يناموا برا أرض بعيدة حد كم ساعة ساعة، هذا بسموه مشترة إسرائيل، بكم ساعة ساعة كانوا يناموا حد بعضهم، يعني كل واحد ينام بالقسيمة حد بعضهم، مش بعاد غير الحد بيناتهم يناموا، يعني النساء ورجال هناك يناموا بالوعر كل واحد يعني مع عيلته بأرضاته. يعني يمكن إذا بدي أقول لك العلاقة بحرفيش مميزة، مميزة خاصة، حرفيش فيها صفة خاصة. أول إشي إكرام الضيف، إحنا مش ضيوف، مش عم بكرمونا، إحنا حقنا ماخذينه كامل بهاي البلد، ما بنترجى إنسان يعطينا حقنا، حقنا بناخذه بأخلاقنا باحترامنا بطلباتنا. التفاهم الموجود بحرفيش مميز، يعني إذا ما نحكي قصص، في قصص كثيرة، قصة مثل اللي حكى كيف كان التعايش مع بعضنا. مرة كان عندنا حصان، فالحصان ركب عليه شاب مش صاحبه يعني غريب، ركب عليه وانكسر الحصان بعيد عن البلد يمكن 3-4 كيلومتر بالإجر، يعني مش بروحوا له بسيارة. تجمعوا أهل البلد، راحوا حملوا الحصان على كتافهم وجابوه على حرفيش، وكان في عنا أجنبي اسمه رجب، بعنا أعطناه لرجب روح بيعه لجنينة الحيوانات، راح باعه وجاب لنا 20 ليرة من حقه. المهم حق الحصان 200 ليرة، اجتمعوا الاختيارية بالليل بنفس الليلة وجمعوا حق الحصان وأعطوه لحياة أبوه. قالوا لا يا عمي انا ما هذا قضاء وقدر. قالوا لا، واذا بدك بعد تكرم هاي، يعني هذا الحق المحفوظ هون بحرفيش. مش لاننا احنا اقوياء، لانه هن بحبوا يدفعوا الحق. الدرزي الحق عنده محفوظ، في امانه خاصه بالدين الدرزي، اذا بده يفوت على الصلاه يصلي لازم يكون بريء من كل شيء، من كل خطيئه، خاصه الخطا الكبار، يعني الخطيئه الكبيره. إذا بكونش بريء من الخطيئة الكبيرة بقدرش يفوت يصلي، وهذا عليه إجماع ديني درزي مش بس بحرفيش هون إلا بكل العالم. عدة قصص إحنا موجودة، إذا بتحب أحكي لك قصة. بحب أسمع من أبو نواف إذا عنده قصة حلوة بتجسد العلاقة الطيبة بين المسيحي ودروز بحرفيش، إذا بيجي ببالك، أو أبو الياس كمان بنفع، كمان ابو مهنا استاذ فواز. حدثت يعني قصه صارت بالايامات، هي المسيحيه والدروز خيا، يعني بلد وحده، ما يعني بقوا احنا بجنبهم وهن بجنبهم، وين ما رحنا وين ما هن راحوا، يعني اذا صار تعدي من برا من حدا مره. في عندك هيك قصه حادثه صارت معينه؟ قصه بعد بتذكر يمكن الله بعلم ب52 بالخمسينات هيك، قصة فيه اجوا حرامية على سيرة دار عم جبر مراد، أيوة، ونهبوها. كانت هاي الناس أصلا من عيثة من لبنان، كانت صارت الشوارع مسكرة، الحدود مسكرة بين هذاك. أما عرفت يعني بدي أقول لك كل البلد فزعت، مسيحية ودرود والكل من كان بحرفيش. يمكن كمان معلش لا كان بيت كمان اسلام، يمكن كمان فزعوا مع اهل البلد. ايوه، يعني وصار الاشي هذا انه جبروا انه قطعوا الحدود وفاتوا على لبنان. بتحكي عمي عن مشوار عيسى، عن مشوار عيسى 1949 القوي كان بدك يردوا الحق. اي نعم، ايوه الحمد لله. بدي اقول لك راحوا على فاتوا قطعوا الحدود وجابوا بدال القطيع اللي سرقوه من هون كفول، يعني من كان من جمال او من خيل او دواب او بقر او معزه او بلحمين كمان جابوا كمان اثنين. خلصت القصه بطريقه انه صار في صلح والفريقين استصلوا على كل واحد رجع حقه له، اما هن اللي كانوا معتدين يعني جابوا الأوراق حياة أبوي وضبضب شو فيه إلا وشو عليها، لقى ورقة من واحد درزي مكتوب عليكم بيالي 350 ليرة هذاك الوقت، هاي السبعينات.
المهم طالبوا فيهم اي اليوم اي بكره، يعني المهم وصلوا لحلف وصلوا للمحكمه. الدرجت برا لانه انا كنت موجود مع حياه ابوي بس ما فتش معهم على القاعه، الحاكم قعدهم بغرفه الاستراحه على يعني بس طلع ابوي سالته قال له انت مختار وبتعرف بالقانون، هاي الورقه ما بقدرش احكم لك فيها. انا بدي ابرر الزلمه. وبرا وروح ابوي نشوفها منقوط مش مقصود يعني الحق إلي. راح عند الشيخ علي الله يرحمه، الشيخ علي كان من رجال الدين الاتقياء علي محمد الفارس، هذا شيخ البلد وشيخ المنطقه كان يعني بالدين والتقوى. حكى له القصه، قال له ملني اسبوع بزيك. بعد اسبوع بعث له قال له تاخذ المصريات. فقال له شو؟ قال له الزلمه ما نكرك، الزلمه نكر بالمحكمه لانه بدش يتوفى يده مصاريف محامي ومصاريف اما حقك عمي محفوظ. سالت انا بعض المشايخ قالوا لي طلبوا لليمين درزي يعني اقطع راسه وبيحلفش يمين كذب. لمن طلبوا لليمين قال له حق بزكي عندي وجاب له المصريات. هاي قصه على وعينا يعني، هاي انا كنت الحاكم ما قدر يحكي ويحكم الدرزي ويقول له ادفع راس من عنا، بس الدين والطاعه فرضت عليه وجاب المصريات كاملين. انا سالت رجال الدين كيف هيك يعني هو متبرع، قال لي عندنا ممنوع الواحد يلي في يمين. ابو الياس ابو الياس عندك شيء قصه ببالك؟ حبيبي انا متاثر يعني بدك اقول له بالحق متاثر يعني ما بقول يا اصحاب قصص كثير بس بتذكرش كل شيء على رايه كان قصص. ابو مهنا أنا اللي بدي أقوله إنه على وعي أنا متذكر إنه إحنا وصغار صف الأول كان معلمنا يومتها الأستاذ خليل خليل يعني ابن البلد. متذكر بالنسبة لعيد الفصح إحنا الأولاد مع بعض نروح على الوعر ندور على نبتة البصيل بسموها على أساس نجيبها نحطها في البيت مع المي نغليها والبيضات البيضات ويتغير لون البيضة البيضة. هي قلتها. الشغلة الثانية اللي بدي أقولها الفترة الأخيرة بناء عقب الأوضاع اللي صارت في سوريا صار في حملة تبرعات في بلادنا للدروس في سوريا، وأنا بعرف إنه أكثر من إخواننا المسيحية دفعوا اللي طلع من نفسهم لحملة التبرعات جديدة هذيك الفترة. والشغلة الأخيرة اللي بدي أقولها بالنسبة إحنا إسه في صدد بناء خلوة جديدة في القرية، وكمان كل نفر فرض عليه شرعة 500 شيكل. أنا بعرف إنه في كمان من إخواننا المسيحية والإسلام من حالهم بدون ما حدا طلب منهم توجهوا للخلوة ودفعوا اللي غدروا عليه. هذا اذا بدل على شيء بدل انه احنا بالفعل يعني مصير مشترك وعيش مشترك في السراء وفي الضراء. ابو نواف او واحد منكم مش مهم بدي تحكوا لي بس هيك لمحه كيف وقت العياده، يعني انا لاحظت من عده سنوات خلال تصويري انه في تبادل زيارات تبادل معايدات، هاي العاده ممكن تحكي لنا عنها شوي؟ ابو نواف علي لو قول ياش تفضلوا احكوا عن المعايده. يعني اخونا بدي اقول لك بالمعايدات يعني كيف احنا بقينا المسيحيه يعيدوا بعد عيد الفصح بالقضاء احنا نعيد اكثر منهم، يعني كنا تقريبا العيد هذا نسلق عليه ضباط ونعيد فيه ونروح نعيد عند المسيحيه نتنمتهم كان عيد مشترك. بعدين بالاخر الشيء هذا صارت المعايدات تقريبا بمجتمع عاد حياة المرحوم أبو فتحي يوسف شنان كل سنة على عيد المسيحية يجمع يدعي أهل حرفيش اللي بحب يجي يشارك ويعايد الأخوان المسيحية وإنهم يعطوهم خبر يجتمعوا كان بالكنيسة أو كان عندنا ببيت الشعب أو كان المعايدات يعني متبادلة هن يجوا عايدونا بالأعياد تبعهم ينبسطوا بأعيادنا وإحنا كمان روحنا عايدهم ونبسط بالأعياد تبعهم وهذا الشيء هذا مستمر لليوم. أبو مرهج كمان عن معايدكم الله يرحمه مش بس كان يعني يشارك ويجمع أهل البلد، كان كل ما يصير عندنا بناء أو إشي للمكنيسة يقدم يعني مبلغ محترم لأنه هو عنده مصنع
ووضعه المادي بيفتح له وبيسمح له انه يتبرع تبرع عده مرات بالاف الشكاليم للكنيسه وللقاعه اللي عمرناها، وهذا مسجل عندنا في قلوبنا ومسجل بالعبرشيه. حلو حلو. نعم. طيب نقدم لاهل البلد ولشباب اليوم انها هي تستمر بالعطاء وبالمحبه وبالالفه وبالتعاون مع كل الاديان، مع كل الموجود بحرفيش، يكون معانا مع كل الناس تخاوي يعني على هذا الاسس، يعني الثقه تكون موجوده عند الجميع، وان شاء الله الشيء هذا يستمر. ابو مرهش، يعني هذا شيء معروف ومستمر مش من اليوم، من الاباء والاجداد. احنا شفناهم كيف عاشوا، واولادنا هسه بشوفونا كيف تعايشنا، وهذا بنتامل من الشباب الصغار يستمر. حلو. ابو الياس، عندك شيء تقوله؟ ما هو المثل بقول جارك القريب واخوك البعيد، فاحنا الحمد لله صرنا هون بهالحاره 40 سنه محافظين على هاي الكلمه. ومتشكر جارنا هون ابو نواف على الضيافه. شو بتقول لشباب اليوم لاولادك اولاده؟ اولادي كلهم شباب الحمد لله وصبايا. احنا ما بعرفش عندي حدا، ما اولادي مش عنصريين. فيش حاجه لتوصيف، هذا المقصود. فيش عنصريه عندنا، فيش لا. لا الحمد لله، يعني شو ما بصير بحرفيش اذا كان بانتخابات ولا بايش ما كان يكون، يوم ومرة يعني تهذبت، اما اللي ربح صحتين على عليه. مثل بقول عدو الانتخابات مش عدو. انتخابات بتروح بس يوم يومين. الصداقه والعلاقه بتضل الجيره، بتضل الانسانيه، بتضل. يعني ابو مهنا بنقدر نقول انه بحرفيش لسه الدنيا تصير. ايوه بحرفيش جذور الاشي الصداقه والمحبه. طرحنا برا. طويلة ومات كثير من قديم الزمن على وجود الجنة، والحمد لله هذا مستمر. أبو مهنا، إحنا في هاي البلد حبا جدا عايشين كقرية مختلطة. إحنا الله تعالى كمان أعطانا نعمة كبيرة اللي إحنا موجودين في جوار النبي سبلان عليه السلام. وبالمدة الأخيرة كمان تعزز مركز القديسة مريم بوادي كبنت حرفيش، يعني بلد غني الحمد لله بالغنمين وبالاولياء الصالحين، وما فيش ولا اي سبب يعني انه التواصل هذا يتغير، بالعكس احنا ضد العنف، احنا ضد العنصريه، والحياه المشتركه هي ضمان وصمام امان لمستقبل افضل لدين الله والوطن الجميل. يعطيكم الف الف عافيه، شكرا لكم.